طبعا بقالنا فتره بنتابع موضوع الذكاء الاصطناعي والاوبن اي اي والشركه اللي عملت شات جي بي تي، وكل يوم في فصل جديد. كان في توقعات كده، ايلون ماسك تصريحات قريبه كده من اسبوعين قال انه بيتوقع بدايه من العام القادم انه الذكاء الاصطناعي هيبدا في التغلب على البشر. فوجئنا كمان بخبر غريب جدا، او مش غريب، هو متوقع ومعروف، بس احنا ما كناش متخيلين مستوى السرعات هيوصل بهذا الشكل. شركة اوبن اي اي كشفت في بيان ليها عن اداة جديدة لايه؟ لاستنساخ الصوت، اسمها فويس انجن. اداة جديدة لاستنساخ الصوت اسمها فويس انجن. طيب الشركة بتقول ايه بقى؟ بتقول انه نقدر نعمل نغير مونتاج الصوت ونعمل صوت مطابق ليه بالظبط خلال مدة تقريبا 15 ثانية. يعني لو حضرتك قدرت تاخد عينة مدتها 15 ثانية من كلامك او من كلام اي حد، ممكن يتم استخدام الاداة دي او الفويس انجن ده عشان يستنسخ صوتك. يعني هو مش محتاج الا 15 ثانية بس من كلامك عشان يقدر يطلع صوت شبيه ليك، او مش شبيه ليك، تقريبا متطابق ليك. احنا شفنا بداية الموضوع ده مع بداية استنساخ اصوات الفنانين، وبدأت الموضوع يتطور ويتحسن، وبعدين بدأت طبعا تقنيات الديب فيك تزداد توحشا. ويمكن اول كان الضحايا هو الرئيس الامريكي نفسه جو بايدن، اللي تم استخدام الخاصية دي واستنساخ صوته لدعوة الناخبين لعدم الذهاب الى التصويت في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشاير. وبناء عليه حظرت الولايات المتحدة الدعوات اللي استخدمت خلالها الاصوات المستنسخة المولدة بالذكاء الاصطناعي، ووصفتها بانها عمليات احتيال سياسية. طبعا الديب فيك كمان في الصورة والصوت كان محل جدل كبير، لانه تم استنساخ برضو في حادثة كانت قريب من شهر صوت وصورة لرئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، جورجيا ميلوني، وتم وضعها في السياق منحرف وقليل الأدب، مقطع خارج، وبرضو تعهدت بأن هي هتقاضي اللي تسببوا في إظهار هذا المقطع. احنا معانا الأستاذ المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم والمشاهدينك الكرام. يعني احنا عارفين من الأول ان احنا رايحين لمناطق عالية جدا من التقليد والاستنساخ والمطابقة، لكن إلى أي مدى احنا دلوقتي أصبحنا أمام خطورة موضوع الديب فيك، سواء بالصوت أو الصورة؟ إلى أي مدى هيغير من ملامح عصرنا؟ طيب خليني في البداية طبعا بشكر حضرتك لتسليط الضوء على الأداة الجديدة اللي ممكن أوبن إي آي، أو طبعا دي الشركة اللي يمكن معروفة أنها أطلقت شات جي بي تي، أعلنت الحقيقة أو أطلقت يعني الجزء الخاص بالفويس إنجن أو محرك أو معالج الصوت الذكي، وهو المعتمد. وخليني اوضح للسادة المشاهدين ان هناك شوية فرق ما بين اللي اطلقته اوبن اي اي وما بين التزييف العميق، ولو ان في تشابه او في عامل مشترك وفي خيط رفيع ما بين الاثنين. ولكن خليني الاول اوضح للسادة المشاهدين، هو لما اطلقت اوبن اي اي الفويس انجن كان الهدف منها ايه؟ هو الهدف ان حضرتك تعتمد على تقنيه معالجه اللغه الطبيعيه اللي هو ال NLP، بمعنى ان حضرتك بتبدا تترك بصمه صوتيه او نموذج من صوت حضرتك زي ما ذكرت لمده 15 ثانيه، وتقدر ان حضرتك يطلب من حضرتك اكتر من ملف صوت عشان يبدا يعالج الصوت ويبدا يتعلم الصوت ويبدا بعد كده يطلع نسخه رقميه مطابقه تماما لصوت حضرتك. طيب الهدف منها ايه؟ ان حضرتك عايز تكتب في موضوع معين، فمجرد انك هتبحث في موضوع معين طبعا هيبدا انه يدي لحضرتك المعطى او الموضوع اللي حضرتك بحثت عنه. حضرتك حابب تستخدم بقى المحتوى ده بصوت حضرتك كمحتوى رقمي على السوشيال ميديا، في الاذاعه، في حسب بقى استخداماته،
هو ده الهدف منه اللي اعلنت عنه اوبن اي اي، ان الفويس انجن هيدي لحضرتك اداه قادره على استخدام المحتوى اللي هتبدا تنشئه من خلال هذا التطبيق الذكي، ويبدا تستخدمه بصوت حضرتك مطابقا تماما حسب الاستخدامات المختلفه. طيب مشكله هنا ايه؟ المشكله ان لو انا استخدمت محتوى، احنا عارفين كلنا اشكاليه الذكاء الاصطناعي في ايه او تشات جي بي تي، ان من لما بيجي نساله سؤال بيرد علينا باجابه، الاجابه اللي جات لي من تشات جي بي تي ليها مصادر وحقوق ملكيه وخلافها، فبالتالي انا استخدمت محتوى لا املكه ولكن بصوتي، وقدرت ان انا بعد كده انقله على وسيط زي مثلا مواقع او منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. فدي اشكاليه كبيره وما زال العالم في هذه الاشكاليه. والمشكله ان كل لما نخلص اشكاليه، يعني تشات جي بي تي مؤخرا بدات تشير الى المصادر اللي جابت منها المعلومه. طيب هذه التقنيه، يعني هذه التقنيه الجديده لو انا استخدمتها استخدام خاطئ يعني من يضمن طبيعه الاستخدام وخلافه؟ دي اشكاليه. اشكاليه اخرى بقى، وهنا هفرق ما بين التزييف العميق. التزييف العميق من سنه فاتت يمكن التعرف عليه بشكل ما. التزييف العميق وصل لمراحل مطابقه اللي انا اقدر مجرد ان انا بدخل صوت لشخص لحضرتك على تطبيق التزييف العميق اللي موجود في الدارك ويب او على الانترنت المظلم وموجوده بشكل كبير جدا، وابدا اديله نموذج من صوت حضرتك في 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 مثلا لقاءات مختلفه، بيبدا يتعلم صوت حضرتك ويبدا يطلع لي نسخه رقميه ابدا استخدمها في نفس تطبيقات اخرى، ابدا وانا بكلم حضرتك في الوقت الفعلي في مداخلتي التلفزيونيه دي مع حضرتك بصوت حضرتك او بصوت شخص اخر وليس بصوتي. فبالتالي مشكله تطور هذه التقنيات والتكنولوجيات هي هتبقى في ايد مين؟ يعني اصبحت فعلا سلاح ذو حدين واضح جدا. هل انا هستخدمه في الابداع؟ اوبن اي اي بتقول ان التقنيه الجديده او الخدمه الجديده اللي اطلقتها عشان ابدا امكن المبدعين ان هو مش محتاج كل مره يسجل موضوع او محتوى بصوت. بس دي كارثه في حد ذاتها، يسجل وخلافه دي كارثه بقى في حته بس دي كارثه في حته بقى حقوق الملكيه الفكريه مظبوط، ويعني والحقوق الادبيه استخدمت صوتي ولكن المحتوى المنطوق بقى المحتوى الصوتي هل انا املكه ولا ده له ملكيه فكريه عن شخص اخر؟ وده طبعا نمط كثير. ولكن الشركات الحقيقه، يعني انا هستدعي او هقتبس من ايلون ماسك، قال ان الفاتوره كبيره جدا في ضخ استثمارات كبيره جدا والعالم متعجل جدا انه الحقيقه ياخد اقصى استفاده ممكنه من التقنيات الذكاء الاصطناعي. هو كان في الاول كان بيدعو لعدم يعني للتأني بس، وبعد كده بقى الموضوع صار ان هو يدخل في هذا السباق لان هو لقى ان العالم كل يعني بالزبط. ما نادى به لا يستطيع ان يوقفه، واحنا فعلا لا احد يستطيع ان يوقف الحقيقه الاسراع، وشايفين الشركات ده بيقول السنه الجايه الاي اي هيتفوق على الـ 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 الجنس البشري، ده ابتداء من السنه الجايه يعني. والله فاهم انا ليه، ولو تسمح لي ان انا اقول دايما ان الانسان دائما يحتفظ بجزء كبير جدا من الابداع والقدرات. بمعنى بدي حضرتك مثال، انا الانسان في رحله تطوره بيبتكر ادوات، وزي ما اخترع الطياره عشان يسافر، زي الطياره عشان ينتقل. الذكاء الاصطناعي تقنيه تمكن الانسان من القيام بمعالجات وقدرات كبيره جدا لا مش مطلوبه منه ان كانسان يعملها. ولكن المشكله هل البشريه مهيئه حاليا لتدخل بقى الامور زي ما حضرتك بتقول؟ عندي اوبن اي 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 بتطلع تقنيه مفيده. طب لو انا بدات تعمل مشاكل حتى مش بس مشاكل حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية وغيرها، كان مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، موضوع الديب فيك محتاجين تشريعات قوية لاكتشافه أولا وبعدين للمحاسبة والرقابة، موضوع كبير وفصوله متعددة وهنفضل نجيب لكم فيه كل جديد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد الحارسي خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، ودي قصة The Voice Engine اللي هو واحد من الآليات الجديدة اللي هيتم استخدامها من قبل شركة اوبن اي اي المالكة للتشات جي بي تي.